نرجع لموضوع المرض. يعني إنه كتير من المؤمنين بآمنوا إنه مش لازم نتألم. في حاجة اسمها إنجيل الإزدهار. بالضبط. مش لازم نمرض. وبيجيب آيات تعرف أنا الرب شافيك مرضا مما وضعته على المصريين. باركيا الذي يشفي جميع أمراضك. فبيقتبسوا هذه الآيات عن إخلاص. يعني عن إخلاص طبعاً. ومرات منشوف إنه الله بيعمل فعلا الله بيعمل. لكن السؤال يعني كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ أنا صدقني بقول للكل إن الله بيتعامل مع المرض أو مع المريض بأربع طرق أقولهم بكل وضوح عشان كل مشاهد يسمعني كويس. تفضل. بيتعامل مع المريض بأربع طرق. الطريقة الأولى إنه بيشفي بمعجزة. وأنا للأمانة يا أستاذ نزار قناعتي إن اللي يقول إن عصر المعجزات انتهى ده ما يعرفش ربنا. إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. إله معجزات في كل الأجيال وفي كل العصور. نعم. ويا مناس صلنا لها والرب عمل معجزة وشفاها. بيحصل ولا بيحصل كتير ومنشوفها خلال الخدمة منشوفه كتير. صح. نعم. فبقول بيشفي بمعجزة يستطيع والرب قادر. وصلاتي ان الرب يشفي كل مريض بيشوفنا الآن بمعجزة حقيقية. أمين. الحاجة التانية بقول بيشفي بوسيلة وهو إله كل الوسائل. طبيب عظيم مسيحي قال أنا أجري العملية لكن الله هو الذي يجعل الأنسجة تلتئم. وحتى لما نقعد نفكر الطبيب فتح الجد مين اللي خلى الأنسجة تلتئم؟ مين؟ مش هو الرب؟ هو الرب. فسواء الوصفة دي كانت وصفة بلدية أو أنتبيوتك أو مرهم أو غيره أو عملية دي وسيلة الرب سمح لاستخدامها. وبولس قال لتيمساوس لا تكن فيما بعد شرب ماء بل استعمل قليلا من الخمر من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. إذن في وسيلة. السامري اللي مسك اللي وقع بين اللصوص صب عليه زيتا وخمرا. نوع من الوسيلة علشان يدوي. فالوسيلة موجودة. والأسلوب الثالث فالأسلوب الأول يشفي بمعجزة. الأسلوب الثاني يشفي بوسيلة. كل وسيلة إن رحت للطبيب وإداك دواء وشفيت الرب هو الشافي. مش الطبيب. صدقني الرب هو الشافي. الأسلوب الثالث يعطي نعمة للاحتمال. قال لبولس تكفيك نعمة. أنا عايزك كده وهتمجد فيك وانت بالشوكة. وتمجد ولا لا؟ نعم. ده بولس يقول بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. فبقول الأسلوب الثالث بيتمجد. الأسلوب الرابع إن في مرات بيسمح بالشفاء الكامل وياخدنا عنده. ويا أسيس نزار اللي بينادوا بإنجيل إن في شفاء. الشفاء ده يستمر لغاية إمتى؟ هل في حد ما ماتش؟ ولا الموت ده هو اللي بيحصل طبيعي لكل البشر؟ أبونا إبراهيم مات ولا لا؟ داود مات ولا لا؟ دانيال مات ولا لا؟ بولس هو الفكرة أنه ما يموتش قبل فوات الأوان. يعني أنه يعيش عمره. يعيش عمره 70-80. وهي الحياة لما نفكر فيها بطول العمر. يعني أطول الناس عمرا متشالح 969 سنة. ترك أثر قدي. لكن يوحنا المعمدان عاش يمكن 31 سنة ونص. وترك أثر قدي. يوشيا في العهد القديم كان صالح جدا. وعاش كم سنة؟ 38 سنة. وعمل إصلاح عمره ما حصل في تاريخ بني إسرائيل. في تاريخ صغير في جدا. مش كده ولا لا؟ فالعملية مش بالعمر لكن بالعمق. ده مرات واحد يعيش عمر قليل لكن يترك بصمة ما يعيشهاش اللي عاش 120 و140 سنة.